ويلا بقى نروح ليه. يعني زي ما قلت لحضراتكم ان يعني ما فيش حكومه في العالم دلوقتي ما هياش بتقعد تتكلم او تبحث الوضع بتاعها ايه في ظل هذه الازمه العالميه، يعني اللي احنا بنتكلم عنها. لو بنتكلم ان حصلت ازمه اقتصاديه في الثلاثينات، حصلت ازمه اقتصاديه في اواخر يعني 2008 2009، دي يمكن من الازمات الصعبه كمان لانها زي ما قلنا اعقبت ان كان عندنا وباء عالمي وما زال موجود. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع امبارح لمتابعه ملف الصادرات الزراعيه المصريه وجهود زيادتها خلال الفتره المقبله، وده كان بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من شركات الانتاج الزراعي المصدرة. أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة حجم الانتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الزراعية، وده اللي بيساهم في تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، زيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الإطار. كنا بنتكلم في البداية على فكرة الإنفاق وفكرة إن احنا بننفق في علشان نقدر نحصل على استثمارات. الجزء الأهم كمان هو فكرة زيادة الإنتاج علشان أقدر أصدر بره، وبيتوقف على بقى جودة المحصول على المنافسة التنافسية، اللي هو الحاجات اللي احنا عايزين مصر تبقى. يعني احنا عملنا بنية تحتية، عملنا مشروعات قومية وكان انفاقنا كبير، فاحنا محتاجين بقى المرحلة دي اللي هي فكرة انتاج زيادة صادرات وتقليل واردات. الانعكاسات على برضو الاقتصاد والوضع السياسي، لان دايما طالما هنربط ما بين الاثنين دايما. في حقيقة الزراعة من اقوى الانشطة الاقتصادية اللي ممكن تفيد اقتصاد مصر جدا. عندنا اقدم فلاح في العالم كله، خبرة كبيرة جدا، عندنا من اجود الاراضي، عندنا مشروع دلتا جديد، مشروع العوينات، مشروع توشكا، مشروعات اشتغلت فيها وابتدت تعمل انتاج. النتيجه ايه؟ النتيجه انه صادراتنا الزراعيه كانت 5.6 طن السنه اللي فاتت، بتعمل حوالي 3 مليار دولار. السنه دي في نص السنه دي 2 وشويه، يعني من خلال بس الفتره حوالي 3 مليون طن. يعني متوقع ان احنا بنهايه السنه هنضاعف صادراتنا او هنزود صادراتنا الزراعيه وهنزود الدخل بتاعنا. كمان اعتقد الدوله المصريه عامله استراتيجيه لفكره مبلغ للوصول ليه بحجم صادرات. ده صحيح. ده كان في اجتماع الاسبوع اللي فات لدوله رئيس مجلس الوزراء. والاستراتيجيه بتتضمن زياده عدد الدول احنا مصدرها. احنا اوريدي بنصدر ل 150 دوله. امبارح كان في جسور، الاحتفال بشركة جسور ان احنا نزود الصادرات وتعزيز الصادرات بالزبط المصرية للدول. بالظبط. دي خطوة مهمة، لان دي جسور نشاطها مش هتوقف على الزراعة بس، لكن على الأنشطة الاقتصادية والصناعية والى اخره. لكن في مجال الزراعة احنا فتحنا من 2018 كام سوق جديد، حوالي 55 سوق جديد. دي مسألة مش سهلة. بنخطط ان احنا نفتح 12 سوق السنة دي والى اخره. احنا بنصدر ل 150 دولة. السعودية رقم واحد في الصادرات الزراعية بتاعتنا، روسيا كذلك، الموالح من اكبر رقم واحد في التصدير. احنا عندنا محاصيل استراتيجيه متميزه مش ممكن حد ينافسنا في العالم فيها. فمجال انك انت تزود صادراتك مجال موجود، وانا اعتقد انه لازم يبقى في اولويه اكتر شويه لمساله التوسع الزراعي والبناء الزراعي. ده حقيقي.